مباشرة بعد العودة من مدينة عنابة، كمال طلب يحكي مع سليمة سواكري. السلام عليكم. سلام سلام مدام، شلونك؟ لاباس كيف ليها؟ استفد لك تفضل. بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. شلونك؟ أنا عما شلونك مدام؟ لاباس. والله الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. سباس بيان؟ ربي يرحمته. غير الخير وشوي. ساقي هذيك بوسيتي يا بيبي اللي تفهميني ومام تعاونيني. بيان سور بيان سور. مدام أنا حبيت نخرج. حبيت نخرج وما قدرتش. الخطا اللي فات كيما هضرت مع بناتي تاني كتوحشهم بزاف، كنت مقبل لا بريسيون الاخر مي خممت وما مفلد والله العظيم غير دائما في راسي. على بالي بلي توحشتهم بزاف وهما تاني توحشوك بصح. انت جيت هنا عندك هدف، عندك ان اوبجيكتيف. تفكر فقط وين كنت وين وليت، كيفاش دخل كمال البرنامج وكيفاش صبح دركا. تفكر لي كيلو اللي بحرتهم، تفكر العذاب اللي تعذبته، وتفكر خاصة بلي ما بقاش قد اللي فات. أنا راني هنا باش نسمعكم وباش نقعد معكم باش نطلع لكم المعنويات خاصة نتاعكم، وخاصة حاجة واحدة أخرى باش نحترم رأيكم، مهم جدا باسكو أنا نقدر نعاونك بصح ما نقدرش نديسيدي في بلاستيك. دونك القرار الأول والأخير يعود ليك. دونك أنا نخلي لك الوقت الكافي باش تزيد تخمم مليح مليح، لأنه قرار صعب. دونك ما ناخدوش هكا أشو، فهمت؟ خمم مليح مليح، وراني هنا في اي وقت كلمني ورجع لي الخبر. دوك مادام كي نهضر معك الرياح صح الرياح صامت، غير نعاود نولي وين كنت تعاود تقبضني هذيك. ربي معك ربي معك، سي با فاسيل ان توكا. هكذا ميرسي بوكو. هيا صحة كامل، يعطيك الصحة. شكرا ميرسي.